كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتاب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيد المجلس 24 من مجالس علم الأصول في شرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 للهجرة مجالس كميلة مثلا في المسائل اللغوية خطر هي مسائل أساسية يقدر ربي سبحانه باش ثم سليف اللغة ذنسثي الوسيلة من الاتصال والتواصل والتخاطب ذنسثي الوسيلة ثقي ثم زواروث بمعنى باش نستفهم يمذانا إلى قتل ثم سليف إلى قتل اللغة هذه مسألة مهمة في السناث أن اللغة هي وسيلة العلوم كل العلوم يعني يكثم سنين دونيث تحوج تمسليث وين غران لاغرونومي تفلحت إلى قصد سين اللغة نتفلحت الكواسين ذا أزايلو ثفانتا زينظ يزرع يشرز يززدي يسروث يأكل مسلين لقي الحنت فلاحت إلى قاسين اللغة أما ذي الجيولوجي في علم طبقة الأرض إلى قاس ذا اللغة الاصطلاحية الترمينولوجي المصطلحات ذي البيولوجي الميدسين كيف ذي الطب ذي الشريعة الشريعة فشرعيث الشريعة مثلا الحكم المندوب حكمه الندب إذن شو المعيس الندب مدينظ واجب ذو الواجب مدينظ مباح معنى يجوز كان ماشي ذو الواجب مدينظ مكروه ذو الكراهة مدينظ حرام ذو الحرمة إذن اللغة أساسية جدا ولكن لا ينبغ في الذام قرآن نسيد يمسلين أجن سيد كان يكو يكو يمسلين فين تمسلاي هذا نافرنوس وش اسمه نافرنوس وش اسمه نافرنوس وش اسمه تشاشيث وش اسمه الجامع وش اسمه نذرار وش اسمه البحر وش اسمه ثمزي نيرذن ثمزي يرسم وكذاك يفقد يون التمثال تيقارن هل ترى توقيفيه ام اصطلاحيه وضعيه توقيفيه المعنى ربي سبحانه اكن دي خلقي فسن دي خلقي ضرا دي خلقي امزوغ دي خلق دي خلق ذنسى لو كرياتوريون ذنسى دي خلقا ولا تمسليث يرنا ماشي كان سيوث اللغة ياك خطرت فرنا هذا الاستقبالي ثم استعرفت مي أين كوم السلام ذوين النظن ياك اللغة كل لغة فكايا سيسماون أنسيق دكايا كل لغة ياك أمك دبض سمذان سمذانا تاقي مسألة خلافية يا العلماء لأنه قادينان ضرب سبحانه كلش الدليل وعلم آدم الأسماء كلها سورة البقرة الآية 31 ما شاء الله مدينة ربي كلها يعني سونز اكسبسيون كلها صافي كلها أمذن ذا شو يخدم إنو ذا يفا ذا يكان يتنادي يفا
اما كاين كون دينا غيون واسم دواويه قيلا ذي الدنيا تحشيش تاكل شوالاقيه الا داس لي بيولوجيست غادا تنافين وفان تنافين طبا وفان صافي الا ربي خلق داك اللي خلقت زريعه غير خلقت من بعد افلاح مي يروح يزرع يكرز يحبس ذا ويدي السمغين لربي ربي يدي السمغين. لذلك صافي إذن الموقف الرأي الأول إن ذاك دليل قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ولكن ير الآية 31 أكد الآية قد نصر هي الآية 33 قال يا آدم طبعا أغرض آدم نسيد كلكم لآدم حديثينات كلكم لآدم وآدم من تراب يغي شرخن الجذرة ثم زورث الأصل مزورث آدم عليه السلام ربي ند قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أين كن يسي السلمذ ربي يسي صحفظ ربي سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها من بعد ثقيل أي 31 الآية في السنة 33 قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم من بعد آدم ينتقد أنسيس ديكا وريك شي ملاكول وريك شي وريس على الشيخ وريس أي ولكن ربي سبحانه عز وجل إذن تمثال تاكي أنا نسقر ذي الشاساكي كنت تمثال ثياب ولم يثمثل مازال نكشي ذي الأصول مازال نكشي ذي علم الأصول مليح في كذاكي مقدمات لغوية خطرت انت نحويج من بعد ثورين مسفهم باللي اللغة انت في ذي الاساس لا باز تمس ليف اي غير سمحتي فتح قوس المناهج التربوية القديمة زي لونسيان ايكول سمحتي ما شمتي تورا تورا اطاس شحال لي موديول شاش يدير في ذاك ارطابل يتشور يثير من بعد يعيا يكره القرايه تيكره عموما ميم الحمال اني يا راسك تحتاب تاك ذوك الراس دليل ولاش ميديو سال كونجي تسولم ذي لاكولاث هذه الشري كلش شغله ما كاسي قرت تهنا ولد سوالي غتا كتاب ولد سوالي كراس ولد سوالي وري ربا راه سا ذي زيك ماشي طاس لي مواد مثلا اللغه الى قاتل اللغه سوا طاس الحساب لانت هي لغات يعني مواد اساسيه بعد سيمي تيمور في نادم ذاين المخيسة دي تيمور بعد نتسا يكزمرن هذه اختار شو كيفغا سبيسياليتي شو كيفغا كل يوم الفغيس يوم يروح الاسترونومي يوم يروح لا جيولوجي يوم يروح ضبرنا قراين السم مي جي ثالما يسعى لساسي جهدا من بعد تتفتق العقول فتختار كل الذي يختار شو يفغان في اللاس المهم ثورة نغال هكا مسألة يفكر الأقوال الخلافية مسألة قال ابن فورك وقي من العلماء الأصول من علماء الأصول والجمهور ذاكي مدينا الجمهور على الإطلاق معنى جمهور اللغويين وجمهور الأصوليين وجمهور الفقهاء يكفل الجماهير شو دنان اللغات توقيفية علمها الله تعالى بالوحي والمقصود هنا يعني ذا شو غاديني اسمي دين ثمسلت خلافية خطأ لا رأي ديننا لا ماشي خلافية اصطلاحية لكن رأي مسفهاما واجي يوال مسفهام سيادة الساولس نسمي الكاس مسفهام داي مصطلح اصطلاح يوال نسمي ثقي طفلة سوخدم سو صغار صافي ثلاثة صغار اسمي سوخدم كاس على فورما جيتو غرض الطفلة صافي اصطلاحية الكل مسفهاما معناتها ماشي داخلي غتي خلق ربي جاي غنكني نجتهد بارك الله فيك نجتهد
باش نسمي الاشياء ذنوكني راهي نسمها فلاسنت. الراي الثاني يسعد دليل يقرب بدليل الاختلاف. بدليل الاختلاف ما دام الى الاختلاف صافي ذا مسفهم يا اخي. دائما تقرا المثال ني اي غير مسفهم باقي نقاص يفقع يفقع معناه يزعف غير صيغه تيزي وزون المعنى النظم يفقع المعنى يس يقاد ايه صافي فينا الموزيال كل يقم مسفهم خاطر لو كان كل شاك في دينا ربي سبحانه اذا قال مسفهم ياك هذه لي والواو اعطيك الصحه. مادام التعبير عن حالة واحدة بمصطلحين أن وليون يزعف يزعف غضبان يون سيني يرفع ويضا سيني يفقع أثنى مخالف سين مدن ديجا مخالف نفس الشيء ذي اللغة النظمية أتفض العجب. زيد دليل النظم في كوال يوث الكلمة السعى المعنيين مختلفين أما كما كنت الآية الثانية عدان والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس كلمة عسعس المعنى أقبل وأدبر وكلاهما مناقض الضاد يعني كلاهما مناقض الآخر أدني والليل إذا عسعس أقبل أكم ثورة يشمد يطلع أديني والليل إذا عسعس وذا مريف روح يط ما روح ما يروح طلام والليل إذا عسعس المعنى يروح طلام يشمد طلام نغيف طلام سيوم بوال بورتون مختلفين تناقض أقبل وأدبر. المهم ذا شو دينا القول الأول الأول إناد اللغات توقيفية معنى من عند ربي ربي سبحانه علمها الله. إذا ربي سبحانه ذنتسا يقسلم ذنكس تعلما إمذانا ياك اللغة ياكي بالوحي ما رسم الوحي ماشي المعنى يس كما أنزل الوحي على جبريل لا المعنى يس بالإلهام الإلهام في زيزويث وأوحى ربك إلى النحل. إحنا ما شبك ندير في ربي الوحي سيدنا موسى غير سيدنا عيسى غير سيدنا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام أما كان سيدي يفكا إذ زيزويث ما معنى أوحى إلى النحل؟ معنى ألهمها أرشدها يولهيت يرشديت لذلك في زيزويث أكني تصور ربا أكني تبروغرامي وتيبروغرامي ربي سبحانه عز وجل صافي ذا كي معنى الالهام. اللغات توقيفيه علمها الله تعالى بالوحي او خلق الاصوات. والاصوات يعني المعنى تقريبا واحد معناه خلق ذا ربي في خلقا. الاصوات هم كيدفنت الحروف هم كيدفنت المخارج الحروف ذا ربي غير خلقنا كا ما رادين ضبا فقد كان وكذي قارن ولا ذي احكام التجويد قارن كل شو ولاكي إلى قزر سيدي فغ الباء سيدي فغ الحاء سيدي فغ الجيم سيدي فغ السين سيدي فغ الصاد سيدي فغ الضاد إلا الضاء إلا الظا مخلفا وليس أنا عكوزني هذا مدينة الظلام الظلم يسعنا الإشالة إمارة دين الضلال نغض إلى يقرب شوية غردال مخارج الحروف في كذاكي اصلا ربي غادي خلقنا كا سي بو سا تفوند الاصوات تفوند الاصوات لكن ثني غي بروغرامي ربي سبحانه عز وجل. من بعد غادي يقيم ذاك التدرب تدريب الى لا براتيك باش تفون سوا سوا مولاش تفون سوا سوا لذلك يزمر دي فغ غادي يسفغ يون مخارج الحروف سوا سوا يزمر دفن خصا هادي فغ المخارج نيود في غنتارا الحروف نيود في غنتارا سقم كان السنت إذا قد فغنت من مخارجها. إذا اللغات التوقيفية علمها الله تعالى بالوحي وخلق الأصوات أو العلم الضروري وعزي إلى الأشعري أبي موسى الأشعري يعني هذا الرأي يعني أبو موسى الأشعري وذاك من كبار العلماء
المتوفى سنة 325 هجرة، هو أيضا وافق رأي الجماهير، جماهير اللغويين وجماهير الفقهاء وجماهير الأصوليين. إلى القول والسين للمعتزلة، المعتزلة دائما عندهم رأي يعني أكا مخالف. ذا شدنا ننكلة اصطلاحية على الإطلاق، اصطلاحية وطبعا ماهوش معقول، ماهوش معقول. من بعد فكانت الأدلة عقلية، أشقارا حصل عرفانها بالإشارة بدليل، ولا مود ننتقرا س الإشارة المسفهم، س الإشارة المسفهم ثلاثة قيل لغة صم البكم لغة الإشارة، ولغة الإشارة قي تطورت وغال ميم الأفكار لي زيدي أثن تفهمن س الإشارة وقسن دي ولغة الإشارة ذي لغة الإشارة زي ما يدنسكر ذي غادي يصرح مما جربت مع بعض الناس اللي يقسن المليح اللغة يجي حتى الأفكار أثنتي الصوت مثلا السنوض مثلا ثاذامسا الاقتصاد ليكونومي، ليكونومي إلى قاس لي بانك، لي بانك خدمته مسائل جهدنت أش أسيه الدرس لي الإشارة وذي يفهم، أذي يفهم المقصود يعني في تطور كبير. وسبحان الله في كذا كله آيات باش أنوحظ ربي سبحانه عز وجل، أنوحظ ربي سبحانه عز وجل أم خيون ميلا ورسالة أم سلاي الصوت ورسالة الكلام لا يتكلم ثلا البديل أما كان سعد الظالث إلى الوضوء إلى تيمم إلى البديل سران الصوت نعبد ربي ميم ذاكي إلى البديل، والبديل والحاجة أم الاختراع قرن الحاجة أم الاختراع، وقرن الحاجة تفتق الحيلة أسيل الضطيق إلى قد تخمم مض أم كدفض فكرة أسيل ذاك الروح الأزمة تلد الهمة. لذلك شدنا المعتزلة ناند اللغة اصطلاحية شو قوارن توجور الاكستريميزم بقوارن طف طف مثل هذا الماست، مثل هذا الماست قرن استقبالي فقرنيث ستساكي ثقرنيث فالماست قيم ذي الخالي. لذلك رب سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سورة البقرة الآية 143 10 على 10 حصل عرفانها بالإشارة. إذن لغة يجي أمحيت سن المدن بالإشارة زيد، والقارينة كالطفل، الطفل إنه بالإشارة يفهم يعني يأخذ مرحينين لغة الأم، لغة الأم أتسي يحفظوا قرود سيت واشولت مولان لونتوراج المحيط الذكر اللغه ني فينا ماشي سهلا تحفظ اكثر خاطر تسمسلين، تسمسلين عند يسعيشي اذا غتيرفض من بعد يربط مي بين الاسماء والمسميات هذه يروح سافورنو فوفو غادي يقول فوفو الارض غادي يقول فوسيس يقول سيم ثاقي مصدر الاحراق الصرغاي ديدي هما والقرينة كالطفل ثقي. وكذا القول الثاني صافي، القول الأول إن التوقيفية المسفام، القول الثاني إن اصطلاحية، والقول الثالث بقى كم كديكش مباشرة إن هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني إن والأستاذ وسيدنا رسمي سيخين ناد تكوى كيني والإمام تكوى ديني ما يناد الشيخ الإمام أنوى فافاس تقي الدين سبكي ما يناد الإمام الرازي، الرازي ما يناد القاضي أبو بكر الباقلاني يغلي سعاد دي جنسة أثنى ترمينولوجيين سوحدس
سي دي ريفيرونس يعني يخدم المصطلح نكوني لقاتني السين مدين طق نفهمي ثانوا مدينا الامام معناه ذرازي من الشيخ الامام ذفاس وهو شيخ وامام تقيدي من القاضي ماشي عبد الوهاب البغدادي هو قاضي ايضا لا القاضي معناه ابو بكر البقلاني الفقيه الاصولي المعروف وهكذا إن دول الاستاذ باش يغدي في الراي الثالث الطروازي يعني الراي والثلاثه القول والثلاثه ندول الاستاذ معناه الاستاذ اللي هو ابو اسحاق هو الذي يتزعم هذا الراي اناد القدر المحتاج في التعريف التوقيفي وغيره محتمل وجي افكاد الوسط يغاديني الانتسناف محسوب يغاديني بلي الاصول اصول اللغه ضربي تدي خدمه من بعد الباقي اجتهادي والراي يجهد سي لوجيك نغلا الاصل نسعاث يلا يخلقيت ربي ذينغ الباقي جا في اجتهادي معقول خطر اجتهادي سي من اكتشف سي من شو الصوت الغشيه سمحتي زيك نسعى خام يغالو سي يغالو خام يتسد كيو الباطيمه صافي الا ان شونجمون تعيشين وخام بس خدمنا سكا يون لاسباس سمانا سفري صافي سمانا سفري معناتها من بعد ثورة نكشف ديال الباطيمة وكذا داخل لابارتمون اكولوار من بعد يسميس هذاك يسميس بالكون صافي شو قصة وضنا وكيك بالغاشي معنى سيمي الناس يتطورون ديفلوبين الغاشي ذيم كل شيء حواج لا تيرمينولوجي اما كنت ولا لورديناتور عند نس لورديناتور زي مي اسمي دي نولفا مسفهم من اسم نس لورديناتور نعرف الحاسوب الحاسوب طوموبيل زي ولاش طوموبيل زمنا سمينا زيلا ما راه تحبس شيني تحبس دايا الفلان يسحبس زيلا ينس نعطيك مارث نغاعاوديو مي سميت في الطوموبيل اي مشي سمي دوك في كالينيك دواسة الفاصل ومبرياج وبعدين الفران الفرامل نغ المكابح وبعدين نروح لذاك ليسونسيان دارير غا كيسميس لا شومبر غرفة الاشتعال الى قاتلات لا تيرمينولوجي الى صافي معنى الراي الثالث كي راي ابو راي ابي اسحاق يجهد اكثر في مغلي وكل يوم استمغليس يعني الاصول ضربين تدي خدمه اصله توقيف اصله توقيف بارك الله فيك اصل اللغه توقيفي من بعد الباقي خاط وغيروه لا لا محتمل يعني انت يخدمي من يسلي احتياط وكان مدينه محتمل يحتمل ان يكون توقيفيا ويحتمل ان يكون اصطلاحيا خاطر التوقيف تاخذ مثلا ديال القران القران دول ربي سبحانه عز وجل هو اللي يسمى غذرار يهضرد في امان يهضرد في البحر يهضرد في كذا يهضرد في الانسان يهضرد في العظام يهضرد في جميع مراحل الجنين يهضرد بزاف امور القول ويصار وقيل عكسه ورعت سبراطاس وقيل عكسه باش اديني معناه القدر المحتاج في التعريف اصطلاحي وغيره محتمل يكل هذورا كي نهدقين بول وقيل عكسه على طول ولكن سيف غاديني الرأي كي يلا ولكن ضعيف ورسارة يعني القوة ثم قرانت ضغين ثقيلة قيلة يجي صيغة تضعيف مدين قيلة قيلة صيغة تضعيف وديف ذير من طال القائل قيلة ولكن من باب الأمانة الأمانة إلى قدينا كل شوي لان وتسجيل القوة تجدين السبت يكون اسم كثير باللي تكتب ثقينس خلاصة 100 كتاب وذكر إذا تكرر تقرر باش تفضل 100 كتابين هاد الصفه ديال سانتاز ماشي ديال سالم
مية كتابين يعني وكتي كتابي لقي مازال نوضر غرصة من بعد خاطر ما نشم ذي الغموق أنت سوال لي ريفيرونس أنت سوال غرصة نسمعوا العجب يوفق ربي حاجة كبيرة بزاف ذا اللاغ اللاغ اسمه قر مليح الفلاس يحفو يعفو ورحم وقيل عكسه أم بعد يغلي الند وتوقف كثير يعني لأنه قاذي هنا كنا ما نجزمش المهم نفد اللغة وتسناذيغ وتقليفاغ ثلا وخلاص هذا ما كان أين إلا نيلا أين إلا راض نذيغ فلاس شغلة ما كان الرأي قد يقار وتسناذيغ وكوات كلاسي هذاك سعدي لافيتاس روح رزداث وكدي أكدي والحال أكدي والحال والمختار الوقف عن القطع معناه نتسى في كذا الرئيس والمختار معنى الرأي المختار نتسيه قر الوقف عن القطع يعني أما ذا بك لعب ذوري يتزمارا ودي قرى ذوقيت سيدت فقط أفضل دين كل رأي يسعى جانب من الصحة كل رأي يسعى جانب الصحة خاصة القول الثالث خاصة القول الثالث قول أبي إسحاق ونيك فرق نير الأصل أكذ الفرع بين قوسين الجانب الأصلي والجانب الاجتهادي وبعدين إن دول المختار الوقف عن قطع وأن التوقف مضنون بعدين مسألة قال القاضي ذا يدينا ودينا رنوا نكون ديني ثورة أنا وذ القاضي يقصد أبو بكر الباقلاني صاحب الإرشاد والتقريب يعني وقي من كبار العلماء عقل كبير كبير حاجة كبيرة لأنه أنصحكم أخوتي كتب التراجم مهمة كتب التراجم يعني في كتابين يدي تسكن تعريفات من العلماء مثلا كتاب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي ذي اسمي سيدة واليس سير أعلام النبلاء يسعى 16 مجلد قريث الله يبارك كتاب قيم ممتاز سيدي ريزومي تعريف صغيرك انديلول كذا من ميموث سيدي كاش ويخدم ذا شو البصمه ينس لومبرانتينس ديجا ذي الدوني ثاقي صافي فغادينيغ وكذا كيسك مقرنا في السنيع في ربي قال القاضي يقصد ابو بكر الباقلاني وامام الحرمين الجويني إمام الحرمين اسمه أبو إسحاق الجويني إمام الحرمين صاحب الكتب المشهورة ما يهمنا في الأصول عنده كتاب اسمه الورقات سنعود إليه على سبيل المقارنة نعود إلى كتاب البرهان نعود إلى كتاب المستصفى من الشمذير غمو قد نسؤال الكتابينك الكتابين دنو غذوة كتاب اسمه الورقات ذي اسمي سيدي واليس غاس يعني ما شطاس ولكن ذا كتاب قيم جدا فافيس ابو وقسم الجويني امام الحرمين اند قال القاضي صافي مساله قلنا ظن وامام الحرمين والغزالي صاحب الاحياء احياء علوم الدين والامدي صاحب الاحكام في اصول الاحكام كتاب قيم اسمه الامدي وقد قيث مثلا سمحتي ذي جنيور نيم قرانا ذي ذي شوالاكي شرعيث يعني مهندسون كبار ذاكي طرحت مسألة مهمة هل تثبت اللغة بالقياس نغلا تثبت بالقياس وقالك يكون السلام أن ند اللغة لا تثبت قياسا ولسي كلها مسائل لغوية نكفى ثمسة تمزور ذين هل اللغات توقيفية أو إصطلاحية تجد فرع صار نحرث مسألة النظام ذا شوت هل تثبت اللغة بالقياس نغمشي بالقياس معنى هل تثبت اللغة قياسا كما تثبت الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية تثبت بالقياس نفتح قوس مصادر التشريع أنا وين المصدر مزوارو؟ القرآن المصدر والسين السنة الإجماع
القياس. مردنيني القرآن ثابت كله قطعا، هيك ثبوت القطعية في الثبوت يكو 100%. أكن يدي نزل ربي يقلا يجري في السنطورة يقلا غنغ أكن مال ما إلا، ولكن المعاني نس الدلالة خاطئ. إلا ذيكس القطع إلا ذيكس الظني، القطعي والظني. وحتى هذه المصطلحات هي اصطلاحية، القطعي معناه يون المعنى إيفان، إما إلا يوث الكلمة سعى أكثر من معنى صافي الدلالة ظنية ماشي قطعية. أدنوغال السنة ثابتة، بعضها ثابت وبعضها بعضها قطعي في الثبوت بعضها ظني في الثبوت، ولكن إذا في الدلالة أمس ثم القرآن إلى القطعي إلى الظني. الإجماع، ما معنى الإجماع؟ معنى إجماع جميع العلماء من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي غير بعد وفاة خطر لو كان في حياتي تغلى السنة التقريرية، على حكم الأحكام الشرعية العملية. ما نغلد القياس؟ القياس هو إلحاق أمر بأمر آخر إلى قضية القياس، نقيس عليه في الحكم الثابت له، أي غير لاشتراكهما في العلة. السؤال ثقي في القياس دي الشريعة معروف، قيس وغروة أتقيس الواحين. مثلا عقد الإيجار، عقد الإيجار لكرا، هل يقاس على عقد البيع أم على عقد الهبة مثلا أم على عقد من العقود؟ أتولي ظني وري قرض أتقص وغروة القياس قي لا أماكن إلى القياس ذي الأمور نظن ذي اللبسة القماشة تقص كل شيء، تقص ضخمة تقص طابية تقص إلى القياس ذي كل شيء. ذي الشريعة مدام الأصول لانت ذي القرآن ذي السنة ذي الوحيين يعني، ولكن الجديد نتصق جديدين قلان صافي القرآن مدين صالح لكل زمان ومكان، نغل الإسلام صالح لكل زمان ومكان. معنى في الأصول لانت الأمور مفصلة بيقين، ميلت الأمور ولا شي ثانت في لي ديتاي ولا شي ثانت. لذلك ربي سبحانه عز وجل يفكير دو كاين فران قيس الأصول كلانت. لذلك الإمام يروى هذا الكلام ينسب إلى ابن تيمية وينسب إلى غيره، إنك لكل أمر أصول، من ضيع الأصول حرم الوصول. كل حاجة يسعى الأصول ينس، تفلح تسعى الأصول، ميث فغا تصغر تفلح تروح تفلح، وينك دي تفهمي فيك الأصول بعد كعين ربي إزمرة دياس واسك الشينة تفضى فلاح نيدي سورتو مثلا نصل القراية وكذا ميزما داوضيون أقرونوم يسعى ذا جنيور يرو فلاح نيسعى 50 سنة غتفضى وين يسعى تجربة غاي خير غسوري السينانة الأمور غي سيونتيفيك مي يجرب كل حاجة تعدى في اللاس. والأفضل أن جمعية رسم ربي نتفسأل به خبيرة. سمعتي ردني غاولا كي باش كان دفذرغ القول الأول الرأي الأول يدينان أن اللغة لا تثبت بالقياس خلافا للأحكام الشرعية التي تثبت بالقياس. المثال السنمية كواس دعوة كان كاس المغاولة ربي هضرت كان في الشرافة كرمكم الله الخمر اسميس الخمر، إنما الخمر والميسر الخمر ومن الميسر القمر ماشي ديوني قلان يعني القمر يوني قلان عطاسي قلان مشاكل يخدم القمر ذي الجاهلية يخدم القمر ثورة ثورة لتكنيك ذي العجب ياكو صافي إذن ذاغ الخمر مشاكل لا زي شي كذا ثورة ثورة لانت أنواع الشربان غ المشروبات التي يصدق يعني عليها حكم ننزل عليها حكم الأصل. لماذا؟ لاشتراك في العلة، وهذه القيم معروفة الأربع أركان إلا المقيس عليه وهو الأصل وهو المشبه به
الخمر من سيد الأصل، إلا المقيس نغ المشبه نغ الفرع اللي هو المشروبات اللي تجري فين يدي فغن يدي سنو الفا ومذان، إلا العلة العلة الوصف، العلة في التعريف الأصولي هي الوصف الظاهر، أي غير دي الوصف الظاهر، هذا الوصف الظاهر المتعدي المناسب للحكم، وقيت تعريف العلة. يونوريز ميراديني ربي حرم شراب أخطر سائلة استزال أماما حلو كان كي صافو لذا من دوان الحرام ولاش ودينان الخمر تحرم أخطر إمي لا كولورين ستزكواغث لونها أحمر غاس في الإصطلاحيني ما ينادى زكواغ المعنى يسدواكي ولكن خاطي العلة ماشي تسع هي وصف ظاهر متعدي معنى ليس قاصرا لا يمكن أن يكون ماهوش قاصر على ذلك الأصل فقط لا يقبل أن يتعدى إلى الغير ممكن أثناء في الوصف نيا دني ظن العلة أثناء دني ظن المناسب للحكم بلا ماكش ماضي دقائق التعريفات الأصولية بعد ثورة مسا ذا شو ذي العلة الإسكار خطر الخمراجي تزيل تعطل العقل تزيل تذهب العقل لذلك يحرم ربي سبحانه والعقل كرم ربي إلى قد نحرز خطر إلى قد نحرز نحو جيت وذين الزرام لذلك أين كيك سعان الصفة يجي يقول نسيت وحرم لذلك دفع حكم شرعي أكنني نسقط حكم الأصلي نتاع الخمر وهو الحرمة وقيد الحكم على الفرع على الفرع المشروبات الجديدين المسكرة وهو الحرمة لماذا أيضا لوجود العلة المشتركة الوصف المشترك العلة المشتركة اللي هي علة الإسكار لذلك العلماء يوم الإسلام القاضي أبو بكر الباقلاني وكذلك إمام الحرمين الجويني وكذلك الإمام الغزالي الإمام الغزالي الإمام الأمدي وكذلك ذي أربع سن ناند لا تثبت اللغة قياسا ونزمير على بالقياس إلى القول الثاني ابن سريج وجي من علماء الشافعية وخالفهم ابن سريج مدينة خالفهم معنى فهم يلفهم المعنى يصدقر تثبت قياسا تثبت قياسا ولكن إذا أثبتناها بالقياس معنى لا نحتاج إلى هذه المآلات لا نحتاج إلى إعمال القياس الأصولي إذا اعتبرنا القياس اللغوي ثابتا فلا نحتاج إلى القياس الأصولي مادام اللغة تقبل القياس لذلك خالفهم ابن سريج وهو شافعي وابن أبي هريرة وكذلك شافعي وأبو إسحاق إسحاق الشيرازي وهو شافعي أيضا والإمام ند الإمام إذا أطلقت المقصود بنا الإمام الرازي وكذلك ياك أدقارا تثبت اللغة قياسا سمحتي لي تكرمت مثال لا أتعمق فيها الآن لسببين السبب الأول الفايدة نتاعها ثورة الفايدة ستورة قليلة نحتاج نحو جرب بزاف العلة سبب وسين أدنو غادا الغرص نتم بعد من الشم ديال القضية الأصول أدن سؤال رثم سالك أدن سؤال شغل نستدعي هذه المقدمات اللغوية التي شرحناها ونستثمرها في المسائل الأصولية مستقبلا صافي سيأتي مزيد من البيان عدو غلا ما غرصنت ذي مستقبل الأيام إن شاء الله وبعدين القول الثالث وقيل تثبت في تثبت الحقيقة للمجاز ثقيد غد ولا غرصن بعد إلى آخره نتجاوز هذه وبعدين نروح المسألة النظام مسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا ذقي السفر الضغي في القاعدة في مسألة مهمة جدا متعلقة باللفظ والمعنى اللفظ والمعنى لا ربع الأقسام إلى القسم الأول أن يتحد اللفظ والمعنى اتحاد اللفظ والمعنى وقال القسم الأول شوفوا ثاس إلى القسم والسين
أن يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى. إلى القسم الثالث أن يتحد المعنى دون اللفظ. إلى القسم الرابع أن يتحد اللفظ دون المعنى. أربعة الأقسام هذه يوثنتيد ابن السبكي رحمه الله في هذه المسألة الأخيرة في درس اليوم. مسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي وإلا فكلي متواطئ إن استوى مشكك إن تفاوت. يعني أحيانا يهدر اللغة الصينية ما كنت دنيا مرارا في كل تشنويث يهدر وانت هذا سهل متى عم قدها صف يعني سهل فتفكر بالمثال يتضح المقال. أدنوي كل هذا الكلام ينصرف إلى بيان القسم الأول وهو قسم حيث يتحد اللفظ والمعنى. مرادينض مثلا الإنسان بنادم الإنسان بشر مرادينض الإنسان يمبوال ولكن داخلي سطاس الإنسان كيما ذيلي ذرقاس كيما ذيلي سمطوط إما ذيلي مزي إما ذيلي مقر إما ذيلي يحضر إما ذيلي يغاف إما ذيلي يصحى إما ذيلي يهلك. صافي إنسان إنسان المشترك الإنسانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كلكم لآدم وآدم تراب وربي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى سورة الحجرات الآية الآية 13 أحسنت 10 على 10 ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة سورة الآية أولى 10 على 10. إذن الإنسان وربي سبحانه عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. وين جاي الآية هذه؟ سورة الإسراء الآية أهوزي 10 على 10 وسيوي الآية 70 شوية صافي مدينة ربي بني آدم بني آدم كل بني. لذلك صبح بين قوسين حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية الأمم المتحدة في سنة نعم 10 على 10 سنة 1948 تاريخ بالضبط ديسمبر 10 ديسمبر 48 الميثاق يسمس الإعلان في الديباجة يضرد في الآدمية يدمت مباشرة سي الآية 70 من سورة الإسراء. وكذلك الإعلان الاتفاق الميثاق الطفل العربي الصدر في 1984 أيضا دمسيت سي الآية اتفاقية 1989 ثقي اتفاقية مشهورة جدا اتفاقية 89 صادرة أيضا عن الجمعية العامة المتحدة ودخلت حيز التنفيذ في 1990 وصادقت عليها الجزائر بمرسوم من رئاسي في 1992 ذاكي في الديباجة سبحان الله هتصغر الفقرة تني أتصفض ذاين دينا ربي أكيد من رنتذين مباشرة باش يدي قرن الأصل المشترك الأصل المشترك تخلقيث بون ثقيلة تيورية خطر الأمم المتحدة كل شوية لقي ذي لا براتيك تميز غير الى بنادم الى وغال شغل ليسونس الى سوبر الى نورمال الى بنادم يسعى القيمه ثم قران الى بنادم يسعى والو. ولكن ربي سبحانه عز وجل لا يغدي خلقا الدقار ولقد كرمنا بني ادم. لذلك الفقهاء نند كرامه الانسان في ادميته ما دام ذي بنادم يسعى القدر يسعى الحرمة خطر ذنادم ذين. إذن هذا القسم وقال القسم الأول والمثال نفكى معنى الإنسان كقولنا إنسان اتحاد في اللفظ واتحاد في المعنى. القاسم المشترك هو الإنسانية. إلى القسم والسين أن يتعدد اللفظ والمعنى معروف ثقيوك معروف هذه الدونيس ما ديني الذرار الجبل ما ديني البحر البحر صافي. اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى. اللفظ أكذ المعنى
مخلف كل اللفظ يسعى المعنيين ما دين أذرر يفن أذرر أسنسمي أذرر أدين ظل البحر ظل البحر إلى آخر ممكن شي من بعد دي المحسنات دي البيان دي الجانب الأدبي إلا واقي اسمي حسيني وبحري لا تكدره الدلاء اسكو يقصد داك الحقيقه يقصد المجاز وقيل دام دياز شاعر يبغى ديني الشعر ينس يغمق مليح إناك اسفرينو ذي البحر وري الزميرات يسلغوا فيذون نغي فيذون خاطر ثورة الفير ما يسعى شوط بامان أربعة فيذون ذي لغ إما إلى الفير الله يبارك جفد ستموتورث ويسلغ غارة وقي ذي الفير إما ذي البحر الفافور والزميرات يسلغ الفافور ليس كذلك نتصدق يخدم كان يعني الكناية كناية عن عنق شعره ذاقي الشعراء والأدباء سعن المحسنات السن وكذا إلى آخره مين مثولة استقبالي تسن الفني والهار ذا ذرار بنادم ذا ذرار معنى يس المجاز معنى ثابت والزمير ذا تقلع ذا ذرار ولكن الذرار ذي الحقيقة يفان ذا ذرار أنه يمين سمع ذرار ذا ذرار يتوى السنر غورنا يلا وقل القسم الثاني أن تعدد اللفظ مع تعدد المعنى إلى القسم الثالث أن يتحد المعنى دون اللفظ أن يتحد المعنى دون اللفظ مثلا سمحتي أدفتها كلمة مثالي قربا مرادين السيف يتوسم ما تشيذ الموس ذي السيف أم قراني اسمي السيف ثورا الألفاظ ماشي يونيك ساعة إزما دينيض السيف إزما دينيض الحسام ذي السيف المهند ذي السيف ذا شو سمانس المهند خاطر صنيعة في الهند ولكن إمسلين ماشي يون ولكن المعنى ذيو وقيل معنى يس اتحاد في المعنى وتعدد في اللفظ شادينض سيف شادينض حسان شادينض مهند ثلاثة كل يوم شو بولي ديننا والمعنى ذيون المعنى يون ولكن إمسلين مخلفا إذن قسم الثلاثة قلنا مسفهام صافي اسمون اكثرا ولكن المعنى ذيون ازم استعرف اسم اسدون يسعى اسمون ويا اسدون ليثون هزبارو ذرغامون نعم سبوعون صافي اسمون طاس المعنى ذيون ذي زمي زمون القسم انقارو قسم يتحد اللفظ دون المعنى وقل قسم انقارو ويختلف المعنى ذي الآية يدينا يمثنا لطفي الآية 229 من سورة البقرة مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى كلمة القرى أولا قيل القرى لفظ يون بوال ولكن المعنى مخلف صح قبل أن تفهم المعنى النظم كلمة العين يون بوال ولكن شحال معنى كسعى إما العين الجارية منبع الماء ثارقة العين نتاع الماء مدينة رسولس نغادي نظر العين ثيط الباصرة أو المبصرة ثيط العين إما دين ظل العين معناه الحرف حرف عين إما دين ظل العين معناه الجسوس عيون جمع عيون صفي أولي المعاني مخلفا من زمرت نفهم ذي السياق
بارك الله فيك، شكرا. زكاة العين كما قال صاحب الموطأ الإمام مالك في الحديث رقم 540 في الموطأ، يعني زكاة العين ملايين يسعى السلعة يولي سعى أذرين. الزكاة بذرين واحد، الزكاة العين واحد، أليس كذلك؟ وهكذا صفي أول يون، ولكن المعاني أطاس نمسفهم. القرى ربي نادي ينبور ذاك القرى يتربصن بأنفسنا ثلاثة قرى. وكلمة القرى ذا شو المعنى؟ يس سعى سي المعاني، سعى معنى الحيض، سعى معنى الطهر. لذلك الفقهاء اختلفوا، وثقي من أسباب اختلاف الفقهاء وجود مثل هذه الألفاظ في اللغة العربية في القرآن الكريم. ما دام لا ووال يقفل يرفض أكثر من معنى لازم يكون اختلاف. لذلك اختلافهم كان عن علم ولم يكن عن هوى. لذلك السادة المالكية والسادة الشافعية ندى المقصود بالقرء هو الطهر، والسادة الأحناف والسادة الحنابلة قالوا أن القرء هو الحيض، ولكل حجته. ثل الحجة اللغوية، ثل ذميم الحجة الإعرابية. لدينا ربي ثلاثة قروء، معنى العدد مؤنث، لازم المعدود يكون مذكر. أنوي ذي المذكر ذي الحيض نغض الطهر ذي الطهر صافي إلى قذيل المعنى ذي الطهر ماشي ذي الحيض. خطر مدينة ربي ثلاثة يكدنا ثلاثة صافي إلى قذيل ذي الحيض إلى آخره. هذا وقيل مع القسم الثالث. ثورة القسم الرابع أدغر ثورة شو دين المصنف؟ مسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي وإلا فكلي متواطئ، إن استوى مشكك إن تفاوت وإن تعدد فتباين. فتباين اختلاف، تجد أن مثلا جبال بحر، وإن تعدد معناه تباين اختلاف تباين. وبعدين وقيل القسم الثاني والقسم الثالث، وإن تعدد فمتباينون، وقيل القسم الثاني القسم الثالث، وإن اتحد المعنى دون اللفظ، وقيل القسم الثالث. بعد القسم الرابع فمترادفون معنى يستقيد إلى الترادف في اللغة. إذن فهو انتصر إلى الترادف في اللغة. فكذا أيضا مسألة خلافية بين العلماء بين أهل اللغة، هل هناك كل والس المعنى سنغ يون المعنى يسعى تصل الكلمات المترادفات ترادف في اللغة يسكن ولا شيث. فكذا مسألة لغوية إشكالة الوقت قريب العشاء صافي تسجكنا كي أكدينا ذي القسم الثالث، وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف. من بعد باش يغديو القسم الرابع وريعة سفارة ندوى عكسه. أشو المعنى يسع عكسه؟ معنى يكون اتحاد في اللفظ وتباين واختلاف في المعنى. من بعد شو دينا يكمل، إن كان حقيقة فيهما فمشترك. ثقة قوية جدا. أم بعد وإلا فحقيقة ومجاز. والله السيد أربعة الحروف هذه أتخذ مضحى حوالي 20 صفحة نسيف كذا أربعة الحروف أربعة الكلمات فقط. فيما بقي أذان العشاء، إن كان حقيقة فيهما فمشترك. إفغا ديني مدينا ربي مثلا والليل إذا عسعس ثقي ندم المعاني سن حقيقية، هذا هو اللفظ المشترك فمشترك. خطر الذي الأصول ومقارن اللفظ الخاص العام المطلق المقيد المشكل المشترك. أما كنظر دلالة لسان يعدن ثلاث دلالة الإشارة فحوى الخطاب لحن الخطاب
المفاهيم اللي خدمك مفهوم الموافقه المنطوق المفهوم بعدين المفهوم مفهوم الموافقه مفهوم المخالفه انواع مفهوم المخالفه في كذاك وغيرها ومازال الخير زدت تجي كنت نحويج ان كان حقيقه فيهما فمشترك لذلك حينما نصل قوله تعالى في سوره البقره 229 والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء نقول القرء لفظ مشترك هكذا يقول العلماء مباشره فقد خدما الاصوليين وتفكني الفقهاء وقيت كملوا اللفظ المشترك والليل اذا عسعس لفظ المشترك ان كان حقيقه فيهما فمشترك والا فحقيقه ومجاز مدينه اسد لا شو تعرفين هو ذلك الحيوان المعروف المفترس كذا كذا ذيز ميفان وقيت حقيقه ايميل وايض دار قاز يسعى الكوراج يسعى الشجاعه سيد الله هارديزم وقيت المجازه اما كدير طمطوث غادي طمطوث لبا لبؤة ثسدة اذا المجاز مجازا ان دوا الا فحقيقه ومجاز نتحدث عن اللفظ المشترك بما ذكر سمعناه وجبنا المثال تاع القرء ولا عسى سول والعين ولكن والا فحقيقة ومجاز الى الحقيقة المجاز ولنعود الى هذه المعاني في مستقبل الايام ان شاء الله من بعد في الاخير يهضرت في العالم يهضرت في اسم الجنس العالم اشو دينا والعالم ما وضع لمعين لا يتناول غيره مرد مثلا الكعبة المخنغة دا يروح عندها يروح اسم عالم معناتها ونزميرا راه اتسنفنو ذاكي اتسنفنو امثينا داوود جنيور نسي نخدمنا امثينا من بعد غا ذاكي كان بلا ما نروح ولكن ما ردين ذاكي اي غر يحرش مليح تاج الدين السبكي ياكي باش غي سلمذ ميم استقبالي تنقار ما ثواضي من تسمسي ثقبي سيدي حدا بوال ادينا ولد دقوم كانيس ماشي بيبري دقوم كانيس نتسيف غان سي ثورا وكاغي الصحفاظ ذي دروسا كي مزورا باش نضبط المصطلح ما دي اسم عالم خاطر من والم بعد نتعامل مع القران والسنه ذينا نحوج كل شوالاقي نقرا كثورا والعالم ما وضع لمعين لا يتناول غيره مثال ذلك الكعبه قولنا الكعبه معنتها ذي بامكاني قلنا ذي المسجد الحرام ذي مكه المكرمه وذنسات ذي القفله النغية في نسلم المرة والاتجاه القبلة شرط صحة الصلاة إلى قنزلك غل القبلة غل الكعبة المشرفة الاتجاه بعد اسم الفقهاء هذا غسوس عن دين باللي وين لان دين عين الكعبة دين السير بلاد قم كان وين لان ذاك الاتجاه كي خطرت قريبا من وين لان دين إلى قذين إذن وقي اسم علم والعالم ما وضع لمعين لا يتناول غيره ولكن بعد هضرت في اسم الجنس أما دين سمحتي أمان البحر ذمن أو ماشي ذمن ذمن إيوا من بوسيف إيوا من الفير إيوا من انترقا إيوا من العنصر صافي ذمن معناتها وقي هل هو اسم عالم هو اسم جنس لذلك الفقهاء مدنان الماء نند الماء الماء انو يصلحني الوضوء العباده يعني ذي الماء فقط إنك ما نطلق عليه لفظ الماء الماء مطلقا شو المعنى مطلقا يعني بلا قيد ولا اضافه امانك وان كان ولاش ذاك ذمن اما الفير اما البحر اما بوسيف اما ذمن مدم اسنقرمان صافي صلحني العباده صلحني العاده صلحني وزمن السيرضوض الحوال والسبي وكلش مي لو كان سنرنو ثامنت بورتون ثامنت لها ثامنت تتخلط ذكوامان ورد الزميضه دي نوكي ذمن حين غا شوث وكاد دي نوض ذمن يخلظن نغذمن زيضن خلظن تسامنت نخلظن كذو يفكي صافي مدن خلظن
فروح الصفة النية يغلور مطلق يغلور صريحة إلى العبادة يصلح كان إلى عادة سيرديس الأحوال السويث عادي في كثير التجارة فهو اسم جنس الماء ما شبه الكعبة الكعبة عالم ما وضع لمعين لا يتناول غيره ولكن اسم الجنس الماء ما شليون أمن بسيف ذمن أمن البحر ذمن أمن الهواء ذمن إلى آخره أول رضا إن شاء الله سنكمل رزدات ميكد ربي سبحانه ما وقم الحمد لله ما استغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.